الحفل هذا معمول باش خاصة انه الشبان نتاعنا يحسوا معناها اللي هما موجودين في نادي كبير ونزيدوا معناها ننميوا الانتماء نتاعهم للنادي. هذا هو اهم شيء، والمجهود اللي يعملوه عام كامل معناها يحسوا اللي ثم ناس صاهره وثم ناس واقفه، مش المسؤولين بركة، حتى الناس اللي موجوده واللي تعاون في النادي الافريقي كسوا من الداخل والا من برا، يحسوا اللي النادي الافريقي عائله وعائله كبيره. والله يشوف احنا اهم حاجه صحيح كونه في على مستوى الالقاب ما كانتش الحصيله جيده، لكن احنا الاوبجيكتيف برينسيبال نتاعنا هو باش نلقاو جوارات غدوه اللي ياخذوا المشعل في ليكيب سينيور، سي لو بلوز امبورطون. والحمد لله معناها في النقطه هذه ناجحين، وان شاء الله معناها العام الجاي او العام اللي بعده نلقاو النتيجه نتاع العمل تاع عام كامل. هو احنا الهدف الاساسي هو التكوين، وتعرف معناها اليوم نشوفوا كيف الانتدابات تاع اللاعبين اللي يجيو من خارج ما همش متكونين في النادي يتكلفوا برشا على الخزينه تاع النادي، واحنا مطالبين باش نكونوا موجودين في فروع الشبان الكل، فلذا يلزمنا نكونوا. والنادي الافريقي معروف بالتكوين، معناها اكثر شيء صحيح انه الالقاب كما يقول سي السوريس سي لو جاتو، مي اللقب الكبير هو وقت اللي نلقاو الجمعيه معناها الاكابر كلها اولاد النادي الافريقي ومتكونين في النادي الافريقي، وكما قلت معناها الكلمه اللي مهمه جدا هو الانتماء للنادي الافريقي. الحمد لله سي، نشكر الستاف اللي خدمت معاه الكل، سي وجي عبيد في ليكول بي خدمت معاه عام كامل، عملنا تيتر ريجيونال، وسي بلال ديلي وياسين بن سليمان لي دو زونترينور تاع ليكول ا. لازم العبيد تعرف انه في ليكول لا سيتواسيون ديبي دي سيزون كانت كريتيك، بدينا لا سيزون افيك ترو جوور، عملنا ان جورني دي ديتكسيون ديبي سبتمبر، لمينا جروب والحمد لله معناها عملنا اون سول ديفيت في ليكول بي، زيرو ديفيت ماتش اميكال كومبري في ليكول ا، معناها سور لو بوان تكوين و ريزلتا الحمد لله مشي، والحمد لله نجمو نكملو نخدمو. ابري لي زوتر كاتيجوري كاديت عملنا دوبلي، وقفت معاهم اون فان سيزون مع سيزيد برناس، يعطي صح حاجه تفرح برشا. نشكر زيد السينيور على التيتر اللي هزوه، سي لافنير دو كلوب، يعني عندنا توا دي جويز اميمه وراقيه خرجوا، نجمو نخمو ديجا انه عندنا ان فيفي كبير برشا في النادي الافريقي في لي جون، باش نكملوا نخدموا معاهم ان شاء الله العام الجاي، وان شاء الله نفرحوكم. ولازم العباد تفهم اللي خدمتنا هي التكوين والنتائج من بعد. I'm not afraid.